تصدق انك عيل قليل الادب وما تربيتش وانا اللي هربيك؟ انت فاكر روحك فين يا اخويا؟ مش هتعرف حد يلمك؟ في ايه يا ست شوق؟ في ايه؟ عاجبك كده يا سي حسن؟ يعني انا حطاك وشايلك فوق راسي انت واصحابك عشان انت حد محترم يقوم قليل الادب السافل يعمل كده معايا؟ انت عملت ايه؟ قول له ولا عشان ست وحدانية فاكرني هسكت؟ عشان خاطرك انت بس كنت عرفته مقامه. على حظي منيل يا دي النيلة. انت عملت ايه بس وزفت الدنيا؟ تعالى ايه رايح فين بس؟ هشوفها زعلانة ليه بدل ما تطردنا يا اخي. انت صدقتها؟ دي مرة بت بقولك ايه، انا لان عليك يا حسن من الست دي. يا ابراهيم يعني انا هتجوزها؟ هشوف في ايه؟ انا اسف يا ست شوق، امسحيها فيا انا. وانت يعني ذنبك ايه؟ انت كنت عملت حاجه؟ صاحبك هو اللي لا مؤاخذه يعني قليل الذوق وقليل الربايه اتمني واحده ست وواقفه لوحدي في الشارع وبجري على اكل عيشي افتكرها ان انا خلاص سايبه. لا والله ده طيب جدا، بس تروبش كده وما بيعرفش يتكلم. طب انا ذنبي ايه؟ طب اجيبهولك يجي يعتذر لك لحد عندك هنا ويقول لك انا اسف؟ لا مش عايز. ويعني هو لو اعتذر بقيت اهل الحاره هيعتذروا؟ كل الرجاله اللي بتعامل معاهم تحت في الحاره بيبصوا لي النظره الرخيصه دي مني وحدانيه وواقفه لوحدي بيفتكروني خلاص ملياش رابط. وحدانيه ازاي؟ امال عم جميل ده يبقى مين؟ هو انت فاكر ان جميل ده يبقى جوزي؟ ده طليقي. ايوه بس هو قاعد بيعمل ايه هنا؟ مش قاعد يا اخويا، ده بيخدم البيت ده وبيطلع فوق اخر النهار يبات فوق السطوح. يخدم البيت؟ انا اتجوزت جميل ده عشان اخلص من لسنة الناس. كانت بتقطع في جدتي كل يوم زي الكرباج. قلت يا بنتي يا شوق اتجوزيه، اهو راجل، ضل راجل ولا ضل حيطه. معاكي حق والله. ايوه لكن انا ولا كان ليا في الجواز ولا كان ليا مزاج فيها اصلا. ده انا اتجوزته من هنا وده اتحول من هنا، بقى وحش عايز كل حاجه، حتى اللي ورايا واللي قدامي عايز ياخده. سقت عليه بقى القريب والبعيد لغايه لما اقنعوه انه يطلق. طلقني من هنا لقيته يا حرام ماشي في الشارع ولا لاقي ياكل ولا لاقي يشتغل. قلت يا بنت حرام. قويته فوق السطوح وشغلته عندي. ابقى طيبه ولا لا؟ والله يا ست شو انت ست طيبه. والنبي انت اللي ذوق. عارف مجيتك دي ردت فيا الروح، خلتني احس اني بقى ليا لازمه. تعال. على فين؟ عايزه ارد لك الجميل اللي انت عملته بزيارتك الحلوه دي. ردت لي كرامتي. ده واجب علينا. انت عسل، عسل وسكر. تعرف انا موصيه على غدوه انما ايه هتعجبك. لا ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ جه خد الباب في ايدك وما اشوفش وشك. عشان تعرف ان دخلتك على اي حد دخلت خير. حمام محشي بالسمنه عشان خاطر بقك. كل حسنك. يا
مين؟ أنا. أنا مين؟ أنا حسن. حسن؟ حسن مين ده؟ حسن الساكن الجديد. حسن، ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ امك كويسه؟ اختك جرى لها حاجه؟ كلهم كويسين. طب امال خير في ايه؟ انا اصلي كنت. تعالى تعالى ادخل، احسن حد يكون طالع كده ولا كده يشوفك تبقى فضيحه. خير؟ كنت عايزني في حاجه ولا ايه؟ خير؟ الله، ايه يا شو؟ فيكي ايه؟ ابعد عني، ما تلمسنيش. انا غلطانه اني صدقتك، غلطانه اني فتحت لك قلبي، فتحت لك بيتي. يا ريتني كنت مت قبل ما يحصل اللي حصل. امشي، مش عايزه اشوف وشك. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.